يقول: فنحن نتمسك بقضيتين إزاء تمسك الماديين بالمادة والصورة غير رافعين أنظارهم إلى ما فوقهما. فنقول الماديين قالوا إنه هذا العالم مكون من مادة وصورة، وهذا العالم مكتف بنفسه، المادة أوجدتها الصورة والصورة أوجدتها المادة، وشكرا على كده. نقفل بقى إيه الحديث عن واجب الوجود، أو نقفل الحديث عن الموجد الذي هو خارج العالم، فلا بد أن يكون الموجد ضمن العالم، لابد أن يكون موجد هذا العالم من العالم. طيب الشيخ يقول: فنقول يجب القضيتين بقى اللي احنا بنتمسك بهم ايه؟ وقال: فنحن نتمسك بقضيتين. ايه هما القضيتين؟ واحد، يجب أن يكون هذا العالم المشهود صنع صانع. ليه؟ دي قضية فطرية، هذه قضية فطرية، إن حضرتك لابد إنك يعني قانون السببية ده جزء أساسي من فطرة الإنسان. من الذي أوجد العالم؟ ده سؤال يتفق عليه كل الناس مؤمنين وملحدين. الملحدين ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا العالم ينحل إلى مادة وصورة، يعني كل ما في هذا العالم هو عبارة عن هيولة، هيولة وصورة، مادة وصورة، خلاص. طيب القضية الثانية بتاعتنا بقى إيه؟ إنه المادة والصورة كلاهما لا يمكن أن تكون واحدة منهما صاحبة هذا الصنع. لا الصورة هي التي أوجدت العالم، ولا المادة هي التي أوجدت العالم. يبقى هما القضيتين دولت اللي إيه؟ اللي الخلاف بيننا وبين ماذا؟ وبين الملاحدة. قالوا: لسنا نحن المؤمنين بوجود الله، فالخلاف بيننا وبين الملاحدة يتلخص في هاتين القضيتين، وهو بسيط إلى هذا الحد. ولسنا نحن المؤمنين بوجود الله الذي لم نره نشهد به من غير ما حاجة وضرورة وننطق عن الهوى أو ضغط الأحلام، إذا قلنا بوجود موجود وراء العالم من وجودها على وجوده. يعني نحن في قولنا بوجوب وجود موجود يستند إليه العالم في وجوده لا نقول هذا للهوى والتشهي، ولكن هذا هو مقتضى العقل السليم. قال: هذا ما يلهمنا وجود العالم، يعني وجود العالم دلنا، دلنا وألهمنا وزرع في نفوسنا وجوب وجود الواجب، فنحن نستدل بوجود الله من خلال فهمنا لهذا العالم. هذا العالم موجود، إذن لابد له من موجود. هذا العالم ممكن، إذن الواجب لابد أن يكون، إذن الموجد لابد أن يكون واجبا حتى يستند إليه هذا العالم في إمكانه. هذا ما يلهمنا وجود العالم، وهذا مقتضى العقل ومنطقه. عقل السليم يقضي بهذا. فهل يمكن بعد درس المسألة كما درسنا أن يقال لأن العقل يؤيد الإلحاد ويناوئ الدين؟ يعني المسألة كلها هي كما رأيتم تسير على مسطرة العقل ولا تستبعد العقل. لماذا يؤكد الشيخ هذا المعنى؟ لأنه كثيرا ما يتحدث العلمانيين عن تأييد الملحدين، عن تأييد العقل لدعاويهم، وهم كثيرا ما ينطقون بكلمة العقل والعقلانية، وهم أبعد ما يقولون عن استخدام العقل استخداما سليما كما رأينا من التحليل الشيخ الذي أمامنا. طيب هيقول لك الملاحدة بعد ذلك دعوة، وسيرد عليها الشيخ.